والله يا خاي الوضع الطبي سيء جدا، يعني ما بقي غير مشفى واحد. طبعا ما بتحسن تقول عنه مشفى لأنه بيستقد لأبسط المواد الطبية. يعني تصور امبارح 5 حالات جرحى توفوا لأنه ما في كاس دم. في أكثر من 500 حالة بدها عمليات مستعجلة، يعني نقل لبرا حلب، على إدلب، على تركيا. يعني تصور عدد الشهداء 1000 بالحملة الأخيرة، مع عدد جرحى ما لا يقل عن 4500 جريح. في كثير ناس لحد الآن تحت الأنقاض، شهداء بالأراضي، جريح اللي بيتصوب بالشارع ما في مين ينقذه. الوضع صعب، الله يلطف فينا أحسن شي. والله يا خاي ما عاد نتحمل، تعبنا كثير يا أخي. خلي يشوفونا يعني حدا ينسق لخروج هالمرضى المدنيين. العالم عم تموت من الجوع، حليب أطفال ما في، خبز ما في، أدوية ما في. حال النفسية بالأراضي تعبت كثير، في مدنيين عم بحاولوا يروحوا على النظام يعني، بس ما عم بنسمح لهم، القصف ما سمح لهم. يعني بدنا حل عاجل، الوضع ما بقى يحتمل أبدا. والله منظر الأطفال والنساء بقطع القلب، العدد كبير كثير وبدنا أجلاء. يعني خايفين من مجازر إذا تقدم النظام. النظام والإيرانيين مستعدين يعملوا مجازر ما سألين على حدا أبدا. الله يفرج علينا أحسن شي. بدنا نطلع يا أخي بس بضمان المنظمات الدولية. بدنا دول تكون هي المشرفة. النظام ما له أمان، بحياته ما كان له أمان النظام. والله جاء لك، والله يعني والله العظيم ايش اقول لك، ما بعرف يعني نحن خيو نصاب نصاب، متنا خيو. يعني انا ما عندي اسمه اي مشكله بشيء نهائيا، يعني بس انه قلت لك الناس ما عندها شغلك، يعني تطلع تحكي اسمه على الكاميرا طاول طبعا، يعني اسمه شتى الوسائل، ما في شيء نهائيا يعني انه يطلع اسمه يحكوا شيء من شانه. اسمه شغله تانية، يعني قلت لك اللي اخي انا انصاب عادي ما عندي في اي مشكله، بس انه اتب انزف في الشارع او حدا اسمه شيلني. في عائلات اللي مصاب ما حدا يسمع ما يشيله، ما حدا يسمع ما يشيله اسمه نهائيا، ان كان من عائله نفسها اسمه من يوم امبارح اسمه رفيقي رايح اسمع بيتهم، من شاف في ولدين صغار اسمه مصابين اسمه عايشين بالارض، واهلهم اسمه تركين واسمه ميشين. عمار حسبي الله ونعم الوكيل. لك والله ايش بدي اقول لك، اسمه ما بعرف. يعني انا اليوم كنت اسمع اصور في قصة عن نزوح العيلة، يعني صاروا سبونا، انه صاروا اسمه سبونا، انه يعني راحت اسمه بيوتهم، في قصف كاري هون، هن اسمه عم ينزحوا بدهم مأوى، يعني ما حدا في له قبول اسمه على الكاميرا هلا اسمه نهائيا. اسمه غير هيك كب كل شيء على الزيت، يعني اسمه 3 غارات، يعني صار في قصف 3 غارات فوق، يعني قصف كتير 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 على اسمه عنيف اسمه حلب، يعني ما طلع حدا بالشوارع اسمه نهائيا، يعني في قصف كتير كتير، يعني اسمه 3 غارات اسمه قذيفتين اسمه مدفعية الله اسمه نفذنا. بس هيك شوية اسمه شوية يعني شظايا بس اسمه عاديات الحمد لله. او كمان نفس الحي في مرة اسمه عمر اسمه 50 سنة، كمان اسمه ولد اسمه تركي اسمه كلهم اسمه تركين اسمه وماشيين، وبركة بشارع اسمه صاير اسمه عم تبكي. بحلب تقريبا فيك تقول بقيان 150,000 شخص محاصر، مشافي ما في أبدا، في نقاط طبية بس نقاط أحدثوها من فترة قريبة، ما في مشافي أبدا، كلها انقصفت. الوضع الإنساني سيء بكل النواحي، ما في مي، ما في كهرباء، ما في مواصلات، ما في محروق مي حلوة هلا، ما تم مي في شيء جديد. هاي يعني بعد ما تقدم النظام أخذ محطة باب النيرة، ما تم مي حلوة. وضع سيء كتير كتير. حتى الناس اللي نزحوا من المناطق الثانية ما في بيوت، في أزمة، في هون ازدحام كبير بالمناطق اللي بقيت محاصرة. عرفت شلون؟ اي مثل عم يحكي، حملة القصف بلشت ب 15 الشهر الماضي، تمام؟ من هداك الشهر لهلا في عنا شلون من كان 1000 شهيد، في 3000 مصاب، مراكز الدفاع المدني كلها خارجه الخدمه، في اكثر من 6 مشافي خرجت عن الخدمه، تمام؟ ما تم مشافي بحلب، كلها انقصفت. سيارات اسعاف بشكل كثير كبير انقصفت، ما تم يعني قليل في سيارات اسعاف، المدنيين عمال يسعفوا الناس بالسرافيس. في كثير مناطق ما حدا يعني عمال يتم المصاب اكثر من 4 ساعات، ما حدا عمال يقدر يوصل له، خصوصي الاحياء الشرقيه.
ايش كمان، في ناس تحت الانقاض كثير بشكل كثير كبير، ما حدا عمال يحسن يطالعهم. قصف مدفعي مستمر ورجمات صواريخ عم تعيق الحركه، حركه الدفاع المدني، حركه سيارات الاسعاف. في نقص بالخبز بشكل كثير كبير، نقص بالمواد الغذائيه، كهرباء ما في، السكان تعبوا بشكل كثير كبير. كانوا 10 مشافي وايام مشفى واحده، وفي نقطه طبيه واحده كمان. غير عدد سكان في حلب 250 ألف نسمة. بالنسبة للمشافي كان في قبل الحصار كان في تقريبا 26 فرن، حاليا ما في غير فرنين، وفرن عم بيشتغل وفرن لا، ويوم يوم لا، عم بوزع 5 طرق فرن في العيلة. هذا الشيء ما في كفي، الوضع الإنساني كتير صعب، ما في فقد كل المعدات المواد الغذائية من الأسواق. أخي الوضع الإنساني، المشافي خارج الخدمة نتيجة تدميرها خلال الفترة الماضية، في كتير جرحى بالشوارع، ما تمكن منظومات الإسعاف من إنقاذها، ما في دواء، ما في أدنى، حتى العمليات الجراحية البسيطة اللي عم تتم بدون إعطاء مخدر. يعني الوضع المعيشي، الوضع الغذائي، أو ما في غير إلا الخبز، وخلال فترة قريبة ممكن ينفذ. يعني الوضع جدا جدا مأساوي، الوضع الإنساني، حركة مشلولة في الشوارع، هذا هو الوضع الإنساني باختصار. يعني الناس، كل العالم كله ما زال صامت، ومجلس وثورة سورية عرض كل العالم، أثبتت أنه مجلس الأمن هو مجلس إباحة القتل، ولا يوجد شيء اسمه قانون دولي، ولا يوجد شيء ما يسمى حقوق الإنسان، نتيجة الصمت والتخاذل ضد الجرائم التي ترتكب بحق الإنسانية في مدينة حلب.